دعونا نرحب الآن ونستمع إلى كلمة معالي الدكتور سيدي يحيى مرابط وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدولة موريتانيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. معالي وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، أصحاب المعالي الوزراء، السادة العلماء الأجلاء، أيها السادة والسيدات الضيوف الكرام، إنه لمن دواعي الضبطة والسرور أن أكون اليوم معكم ضمن هذا الجمع الكبير من العلماء والوعاظ وقادة الرأي الحديث حول موضوع هام وذي مكانة خاصة في مسار حياة الأمم والبلدان، بل في مسار التاريخ والحضارات. إن دور المرأة الوعظي في بناء الوعي المجتمعي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي كان ولا يزال ركيزة أساسية في مختلف النواحي، باعتبارها مربية الأجيال ومصححة المفاهيم للأبناء والنشئ، وحصنا منيعا في وجه الاستلاب ودرعا واقيا ضد المؤثرات السلبية الخارجية ذات التأثير المباشر والقوي في تكوين الشخصية. السادة معالي الوزراء، أيها السيدات والسادة، إن مسؤولية المرأة عموما والأمهات خصوصا في بناء وعي الأبناء كبيرة، وفي مجال الوعظ والإرشاد المجتمعي أكبر، انطلاقا من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وفي الحديث الشريف: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. السادة معالي الوزراء، أيها السادة والسيدات، إن دور المرأة في ميدان المعرفة الدينية يجب أن لا يقتصر على نقل المرويات، وإنما يمتد لكل فروع المعرفة الدينية كمجال الإنتاج المعرفي والتدريس. فالنساء عبر التاريخ لهن مساهمات في الفقه والطب والحساب وغير ذلك، ولم يكن دورهن مقتصرا على استنباط الأحكام الخاصة بالنساء، وإنما كان دورا ممتدا لكل قضايا الفقه والتشريع. وأمنا عائشة رضي الله عنها نموذج عظيم في ذلك. ونظرا لأهمية هذا الدور، فقد قطعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني خطوات هامة في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف جوانب الحياة، وقد تجسد ذلك فيما يلي: في مجال البناء الوعي الديني، شجعت الدولة عشرات النساء المتعلمات على الانخراط في مجال الوعظ والإرشاد وبث التعاليم الإسلامية السمحة، ومن خلال إنشاء المحاضر أي الكتاتيب في الأرياف والحضر وبث رسالة الإسلام الناصعة. في مجال بناء الوعي الثقافي، صادقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية في مجال تمكين المرأة، وذلك من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى محاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة والمصادقة على مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة، بدون إضفال النساء ذوات الإعاقة اللاتي حظين بعناية فائقة، وتم إشراكهن في عملية البناء والتنمية وتعزيز الترسانة القانونية من خلال مراجعة بعض الأحكام القانونية بغية توحيد سن التقاعد بين الجنسين عند 60 سنة. وتسعى الحكومة في إطار تمكين المرأة إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتقنيات الاتصال الجديدة، بغية تثقيف وتعبئة المجتمعات ضد الممارسات والمسلكيات التي ما زالت تحول دون حصول المرأة على حقوقها كاملة.
وتعد هذه المقاربة من المقاربات التي اعتمدتها موريتانيا للنهوض بالمرأة الموريتانية، وهي ترتكز على نشر المفاهيم والتعاليم الإسلامية الصحيحة ومحاربة تلك المنسوبة خطأ للإسلام، وإحداث تغييرات هامة في المسلكيات المجتمعية تجاه المرأة. وفي مجال دورها في خدمة المجتمع، شجعت الحكومة الموريتانية المرأة على التقدم لمختلف مجالات العمل حتى لا يظل وجودها مختصرا على الوظيفة التقليدية، بل أصبحت المرأة اليوم في موريتانيا تتقلد مناصب رفيعة كوزيرة وبرلمانية وسفيرة، كما تترأس بعض المنظمات الإقليمية والدولية، كما تعد موريتانيا أول بلد عربي يعين سيدة على رأس وزارة الخارجية. السادة معالي الوزراء، أيها السادة والسيدات، لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن خلاله جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا، على الدعوة وكرم الضيافة، راجيا من الله العلي القدير التوفيق والنجاح لمؤتمرنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.